قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. من تبع هداه إلى يوم الدين. لهونا لعمر الله حتى تراكمت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. إن لم تتب الآن فمتى تتوب؟ وإن لم يغفر لك الآن فمتى تتصور أن يغفر لك؟ في رمضان، في العشر الأخير، في ليلة وتر، في أجواء اعتكاف، ولزوم المسجد في صحبة القرآن ومعية الرحمن هنالك حيث تسكب العبرات وتزرف الدمعات وتستجاب الدعوات وتقبل الأعمال الصالحات، فأين حظك وأين نصيبك؟ أين أنت؟ سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت ليلة القدر أية ليلة هي؟ ما أقول؟ فقال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وماذا؟ ليس بعد هذا، لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العبارة، على هذه الكلمة، مع أن السؤال خطير. السؤال يفترض أن العبد يعلم أن هذه الليلة هي ليلة القدر، ليلة الشرف العظيم، سلام هي حتى مطلع الفجر. والإنسان إذا عرف أن هذه ليلة القدر فإنه إذا فاته دعاء من الأدعية يجد في نفسه في كل ليلة وتر أنت تقول لنفسك: فاتت الليلة ونسيت أن أدعو بالذرية، فاتت الليلة ونسيت أن أدعو بأن يبارك الله تجارتي، نسيت أن أدعو أن يهدي الله أولادي، أسفت أنني لم أدعو لإخواننا في بورما أو في سوريا. وترى أن هذا أمر عظيم، كأنك تريد في ليلة القدر أن خلاص خلاص لو لسه هناك بلاش يجي، خلاص لو لسه هناك ما يجيش لا خلاص. كأنه يريد في ليلة القدر ألا يفوته شيء، وهذا من حرص العبد ومن مزيد اجتهاده، لكن هذا شأن العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هناك شأنا آخر على غير حساباتنا، هذا الشأن مفاده أن الأمر يسير، الأمر يسير، دعوة واحدة جامعة تكفي. وهذه الدعوة لو كانت في مجرد طلب العفو من الله عز وجل لكان هذا فيه البلغة وفيه الكفاية. أرأيت إن علمت
ليلة القدر أي ليلة هي؟ ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا شبيه بسؤال لأبي بكر رضي الله عنه، قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. من هذا؟ هذا أبو بكر ليس أبا جهل، هذا أبو بكر. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى صورة العمل وتكثيره والمبالغة فيه، وإنما محل النظر في إتقان العمل ولو كان قليلا، فقد يبارك الله في القليل ما لا يبارك في الكثير. والضابط ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ونغفل عنه كثيرا، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. محل نظر الرب القلب، ولهذا قد ترى الرجل السمين العظيم الوجيه لا يزن عند الله جناح بعوضة، صورته مبهرة عظيمة لكنه ليس بشيء في عين الله. وقد ترى الرجل النحيف الضعيف وهو عند الله وجيه، وكان عند الله وجيها. صعد ابن مسعود رضي الله عنه شجرة فرأى الصحابة ساقه، كان ابن مسعود نحيفا جدا يتعجب الناس من دقة ساقه، يعني لعلك إذا وضعتها بين يعني إبهامك والمسبحة دخلت. فالصحابة جعلوا يتعجبون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساق ابن مسعود؟ إنها أثقل عند الله من أحد. للرب معان غير معاني العبد، والحمد لله على هذا، لأن العبد لو كان يؤاخذ بالاجتهاد والكثرة قد لا يحسن هذا كل أحد. ولهذا ما زال الناس في هذه الليالي عندهم تشويش وشغل، كهذا الذي يسأل يقول إن لم نبكي عانينا من قساوة القلب وجمود العين، وإن فتح الله علينا بالبكاء عانينا من ملاحظة المخلوقين والعجب، فما السبيل؟ ما يعني ما ينفع معه لا هذا ولا هذا، إن بكى يخاف على نفسه من العجب والرياء، وإن لم يبكي وجد أن هناك قساوة في قلبه، لأنه في الحالتين لا ينتبه إلى الضابط. الضابط هو أن يأتي الحضور، لا يلزم البكاء، البكاء مغامرة، إذا جاء وغلب فلا حيلة، لكن أن تستدعيه مغامرة. كما قال سفيان البكاء 100 جزء، جزء منه لله، جزء منه لله والباقي لغير الله. كثير من البكاء لا يكون لله عز وجل، ولهذا ليس البكاء مقصودا بذاته، إنما المقصود الحضور، وهذا الحضور يأتي من تتبع الآيات وتأمل معانيها. وهذا قد يأتي كثيرا معه البكاء وقد لا يأتي، لكن يكون العبد خاشعا باستحضار المعاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود يوما اقرأ علي القرآن، فهاب ذلك ابن مسعود، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟
قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك. فالتفت فإذا عيناه تذرفان. لحظ المعنى صلى الله عليه وسلم، معنى ثقل الأمانة وعظيم التبعة، وأنه يأتي شهيدا على هذه الأمة وعلى ميزان أعمالها. لا شك أن هذا أمر شديد وثقيل. في مرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فلم يزد على آية واحدة وردت على لسان المسيح صلى الله عليه وعلى نبينا، لكن القارئ للقرآن ينبغي أن يتمثل الآيات على نفسه. قرأ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فجعل يرددها حتى أصبح. فكثير من السلف يتأثر بآية فيرددها إلى ما شاء الله، إن كان في الليل فإلى أذان الفجر، وإن كان في النهار فإلى أن يأذن الله عز وجل بصلاة أو شيء يصرفه. قال بعض السلف أرسلتني أسماء بنت أبي بكر إلى حاجة فذهبت وقد افتتحت الصلاة فسمعتها تقول وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال فذهبت إلى السوق وقضيت الحاجة وعدت وهي تقرأ نفس الآيات تكررها. أحيانا تأتي الآية ولا تستطيع أن تتجاوزها من أثرها، وهذا الأثر هو الذي يجلب الحضور، وهذا الحضور هو الذي يصنع الخشوع، وهذا الخشوع هو الذي ربما جاء معه البكاء، وإذا لم يأتي فالمقصود الخشوع. فأنت إن شاء الله تعالى على خير ما دمت على هذا. لا تنشغل إذا حصل بكاء، لا تنشغل بملاحظة المخلوقين، وإذا لم يحصل بكاء لا تنشغل بعدم البكاء، فأنت لا تتعبد للبكاء، وإنما أنت تتعبد لربك سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس يجعل البكاء علامة، فإذا أدركها شعر أنه يعني استراحت نفسه وقال والله لقد بذلت المجهود حتى بكيت. وإذا لم يجد البكاء ظن أنه ما زال يطلب منه المزيد. وهذا على كل حال يدل على حرص الحريص في رضا ربه سبحانه وتعالى. لكن إذا عرف العبد أن الأمر أيسر من ذلك، وأن الحيلة يسيرة، وأن الرب سبحانه وتعالى إذا علم منك معنى من معاني الإنابة شكر لك ذلك على أي حال كنت. معنى واحد يمر بالخاطر المكدود لعبد مهما كان بعيدا فيصيب هذا المعنى، ربما نفعه الله عز وجل أبد الدهر. وأنت تقرأ في القصص وتسمع في الأخبار عن أقوام لا خلاق لهم ولم يكن لهم يوما نوع معرفة بالله عز وجل أو عبودية، لكن اتفق معنى فتح الله به في لحظة فسبق به كثيرا من الناس. المرأة التي سقت كلبا، امرأة بغي زانية، والبغي التي تحترف الزنا، أين هي من الله عز وجل بذنوبها وإيذائها وسيئاتها المتتابعة التي تلحق أقواما وفئاما من الناس؟
لكن في لحظة صدق. لاحظ القضية ليست أنها سقط الكلب، لكن القضية أنها لما سقط الكلب ما فعلت هذا وهي البغي إلا لمعنى أصاب قلبها. هذا المعنى فيه من معاني العبودية ما شكره الله عز وجل لها فأدخلها الجنة. الحيلة يسيرة. رجل قتل 100 نفس كما تعلمون قصته، لكن معنى التوبة هو صادق فيه، ما يزال يحدث نفسه. فلما دله العالم على أن ينتقل وأن يغير البيئة ويغير الصحبة فعل. فلما نزل به الموت واحتارت الملائكة، لأن الملائكة لا تعلم الغيب، ملائكة الخير ظنت أن هذا الرجل تبع لها، هكذا أمرت، وملائكة الشر قالت يا جماعة هذا يعني تبع لنا ولا يعلم الغيب إلا الله. فأوحى الله إليهم أن يحتكموا إلى ملك نصحهم أن يقيسوا المسافة بين الأرضين، فشكر الله له وكان من المفلحين. هذه الصورة تتكرر في الحقيقة ليس في القصص والأخبار والتاريخ والماضي فقط، لكن هذه ما نزال نراها في كثير من عباد الله. قد لا يكون له شأن، قد لا يكون معروفا بعبادة ولا بقربة ولا بحال مع الله عز وجل، لكن يتفق له معنى. هذا المعنى هو في الحقيقة خلاصة الخلاصات، وهذا الذي نشتغل عليه في الحقيقة، أن يأتيك معنى كهذا فتسعد به سعادة لا تشقى بها أبدا. منذ أيام كنا نجلس مع بعض إخواننا السوريين الذين يعنون بقضية بلادهم ويبحثون عن مخرج مما هم فيه، فاتفق أن قص علينا قصة عجيبة تناسب هذا المقام. رجل من بلدهم ليس معروفا بديانة أو صلاح، أخذه يعني زبانية هذا الكلب وعذبوه عذابا شديدا، وصوروا هذا على النت، عذبوه لكي يسجد لبشار، والعلويون هؤلاء يعني أكثر من اليهود والنصارى كما قال شيخ الإسلام. قالوا له وهم يعذبونه أسجد لربك بشار، فيقول لا. يضربونه أسجد لربك بشار، فيقول لا. يوسعونه ضربا، فمن شدة الضرب والإيذاء بصق على صورة هذا الكلب. إلى هنا والأمر لابد أنهم قالوا هذا الرجل ميت ميت، لكن اتفق أنهم وجدوا هذا الرجل بعد هذا كأنه فر من السجن أو ضرب السجن الذي هو فيه فخرج. فلما قابل بعض يعني إخواننا من أهل الديانة تعجبوا منه، ما كان معروفا يعني أنه من المجاهدين وأنه من الصلحاء، فقالوا له عجيب شأنك، لماذا هذا الإصرار مع هذا الضرب والتعذيب الذي لو حصل لأحدنا لكان له رخصة؟ يا أخي كان عندك رخصة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلو أجبتهم إلى ما أجبت إلى ما طلبوا منك لكان الأمر واسعا. فدمعت عيناه وقال لم أستطع أن أفعل هذا لأني لم أسجد في حياتي سجدة واحدة لله، فتكون أول سجدة البشر. سبحان الله، هذا السر المخبو. قال أنا في حياتي ما صليت، لا أعرف سجودا، فلما أقف في هذا الموقف تكون أول سجدة لهذا الكلب. هذا الذي دفعه إلى أن يصر، ولما شددوا عليه بصق ثم نجاه الله عز وجل. موقف كهذا تسمعه تقول ليتني كنت مكانه، والرجل ليس من أهل الديانة وهو يصرح عن نفسه أنه في حياته ما سجد، لا يعرف الصلاة،
لكن اتفق له هذا المعنى، معنى الحياء من الله. يقول أنا كل هذه العصور بعيد عن الله، وأول شأني أسجد لهذا الكلب. فانظر كيف أن بعض الناس مهما كان بعيدا يأذن الله عز وجل بتقريبه في لحظة. الرجل الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، قزمان بل الأصيرم عمرو بن قيس، لم يكن أسلم، وأسلم الصحابة وخرجوا إلى بدر وما بعدها، والرجل باق على كفره. ثم إنهم وجدوه في غزوة، فلما وجدوه وقد تركوه بالمدينة كافرا، ظنوا أنه جاء ليدافع عن أحساب قومه، قالوا يا فلان ما الذي خرج بك؟ وقد وجدوه مثخنا بالجراح في حالة الموت. هل خرجت حمية لقومك؟ قال لا والله، ما أخرجني إلا حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والناس ما كانوا يعرفون أنه أسلم، تركوه في المدينة كافرا. فالرجل لما أسلم، أول ما أسلم من علامة صدقه أنه بدأ بالجهاد. لو لم يكن صادقا لقال اذهبوا أنا سأفكر في حالي، سآتي وراءكم. الصلاة أسهل والزكاة أسهل، لكن الجهاد يجود بروحه. فخرج فقاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول من أحب أن ينظر إلى رجل دخل الجنة ولم يصلي ركعة فلينظر إلى هذا. إذن الحيلة يسيرة، الحيلة يسيرة، إذا أقبلت وأنبت وصدقت واجتهدت حسبك أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا أنت مقبول إن شاء الله عز وجل، وإذا أنت من سادات أهل الجنة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إن الله عز وجل لا يريد في هذه الأيام أن يرهقنا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يريد الله عز وجل أن يحرجنا. وما جعل عليكم في الدين من حرج، إنما يريد الله عز وجل، ولكن يريد ليطهركم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاجتهد وابذل وتعرف إلى الله عز وجل، فإن مدار الأمر على القلب. في حديث المسند يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي، لا غل فيه ولا بغي، لا غل فيه ولا بغي ولا حسد. إذا صفى القلب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. إذا صفى القلب من هذه المعاني، حين قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يمن علينا بالتوبة والهداية والإنابة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين.